في البغداد اللي حكيت لكم عنهم. وطبعا انا جد وقت غير وقت الغداء، لان وقت الغداء ما نقدر نطلب طلبات، كلش يكون ازدحام والناس يجون عليه. هو فتح ساعة 10 وهسه ساعة 11، وساعة 12 يكون وقت الغداء. هسه ندخل نشوف شنو اكلات عندهم. هسه انا بس اخذ فلافل، هو عندهم روست وشاورما. هسه ندخل، يعني مثل ما قلت من البداية، هسه دخلت الفلافل بغداد هذا اللي مشهور كثير بالسويد ومالمو، يعني اشهر فلافل مالمو. وهذا الصمون عراقي يسووها خاص هنا وطيبة هواي. وهذا القص طيبة كثير. بس اجي ما في احد، بس في هواي ناس ما تقدر تجي هو ما في احد، يعني ما في ناس ما شاء الله. الله يزيد ويبارك، لان سمعتهم كثير طيبة. كل شيء نفس الشيء. هسه بإمبوريا بمالمو، هاي مول كبير كلش كبيرة، ونتسوق إن شاء الله نشوف شكو بيش ماكو. شكو كبيرة هاي قسم الأزرق، وشكو أزرق
تقرا كمان. دوساتو تشرونو شاتشونو وحفلة جوانا ماما مالا كان دهب بس 5 دولار بو شوتو خانجا ليرة هرزانترا ليرة هرزانترا ألو شابو لما كبرك حصل ميتي عندي شكر عندي سيسة سيسة بس شكر دور دورة المجال حلوة شكلها 660 مش هاي شكلها 700 صاير رخيص شوية المطعم مال امبيريو بس نشوف شوف الجو كنت اشوف التنور
الأشياء لغرفة نوم، هاي خاوليات للحمام. Jag tycker de är jättefina. Jag har dem själv. Så där kommer ju in. Man kan ju säkert börja passa med den här. Ja, absolut. Det tycker jag faktiskt. Men du har ju öppet kök.